والهدف بيبقى واحد، هو مصلحه النادي الاهلي دائما بالظبط. وابدا، يعني ده شيء غاية في الاهميه. طيب احنا اتكلمنا عن كابتن محمود الخطيب في البدايه، لكن عايزين بقى نتكلم عن الحدث الابرز، وفوز مصر وتاهلها لاولمبياد طوكيو، والفوز كمان بالبطوله امبارح. شفت البطوله كلها ازاي يا استاذ ايهاب، من الناحيه التنظيميه، الناحيه الفنيه، ناحيه كمان حضور الجماهير والمنظر الرائع اللي احنا شفناه؟ مبروك لمصر، التنظيم تنظيم رائع جدا جدا جدا. ان يبقى في الفتره البسيطه دي في كام شهر انت بتنظم بطوله الامم الافريقيه للكبار وكمان للصغار بهذا الشكل، عوده الجماهير والملاعب والتقنيات والافتتاحات الحديثه والامور اللي شفناها والاخراج اللي بقى بالشكل ده كمان بالزبط. واخراج مصري، لا احنا الدنيا عندنا ابتدى فيها نقلات نوعيه كتيره جدا يا امير. فبالتالي مبروك لمصر على تنظيمها الاول لنجاح البطوله. صح. مبروك لمصر انها بتواصل ابهار العالم في الشكل المضمون بالشكل الرياضي بهذا الشكل. مبروك اللي عندنا الملاعب دي اللي لسه هتكتر تاني، مبروك اللي عندنا الطرق دي، مبروك 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 مبروك، كل دي مكاسب لمصر كبيره جدا. مبروك عوده مصر لاحتضان اكبر الفعاليات الافريقيه في الرياضه، ودي اكبر قوه ناعمه موجوده في افريقيا. صح. مبروك الكبيره الثانيه هي مبروك للشباب الرجاله، ايوه اخواتنا وشبابنا الصغيرين اللي كان طموحهم وكلمتهم اكبر من سنهم. بالظبط. ناس كتير لما تيجي تتكلم على بطوله الامم الافريقيه تحت 23 تقول لك ده بطوله وبتاع، هي اصعب البطولات اللي بتقام على مستوى العالم. ليه بقى؟ البطوله دي الوحيده اللي بتبدا من دور الثمانيه. صح. يعني مفيش بقى تمهيدي ومفيش مجموعات، تمن منتخبات على مجموعتين. فانت معاك، انت بادئ من 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 من, من التوب لاين، خلاص انت في الليفل الاول بتشتغل على اقوى الفرق. بالظبط. بعد التصفيات طبعا اللي بتتعمل في البدايه. بالظبط. الناس طبعا كان في خلال مباراة الوداد للكابتن شوقي غريب، الناس كلها عماله تتكلم امير ايه والاعداد ومغير طرق اللعب والناس بتتفلسف والمدرب المصري ما ينفعش والمدرب كذا ما ينفعش واللعيبه دي ما بتعملش حاجه واللعيبه النجوم دي مش هتعمل حاجه والنتائج، هو الراجل كان بيجرب طرق لعب قبل البطوله. هو البعض كان مختلف على توقيت التجريب يا استاذ. بالظبط. يعني مثلا مباراتي جنوب افريقيا قبل البطوله كويس، الناس قلقت قوي طبعا، والناس كانت قلقانه ليه؟ لان انت عندك عناصر مميزه جدا من اللاعبين. مظبوط. وبتلعب في فرقها بطرق ثانيه. بالظبط. لكن لما يكون المدير الفني واحد بحجم وقيمه الكابتن شوقي غريب وعنده القدرات الفنيه دي كلها والخبرات دي كلها، وانه درب ناشئين ودرب شباب ودرب المنتخب الاول وكان مساعد مع الكابتن حسن وقاد المنتخب الاول، خلي بالك لما قاد المنتخب الاول اتظلم هبقول لك ليه. تمام. لكن التجربه دي تجربه فريده. كابتن شوقي غريب يستحق الشكر والاشاده والتقدير، ومش عايز نغمه اللي هو ايه اصل اللعيبه عملت، اصل هو روح لعيبه، مش فيش حاجه اسمها روح لعيبه مش مدرب. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها روح لعيبه مش مدرب، واذا كان المدرب هو مكان مش موجود خلاص بقى، ما هاتوا بقى اي شويه لعيبه وخلاص. لما قلنا جيل الاهلي العظيم ابو تريكه ورفاقه كان معاهم مدرب عظيم برضه، فقدرت تعمل معادله كبيره جدا طبعا. فانت النهارده الكابتن شوقي غريب وروحه، وتظهر لك روحه في حاجات صغيره قوي، تظهر لك روحه في احتفاله مع اللعيبه، في كلامه امتى تلاقيه بيضحك وامتى بيزعق وامتى بيتنرفز عليهم ولاده، يظهر لك في الشكل اللي بيخشوا بيه اللعيبه وقصات شعرهم والماسكات اللي بيخشوا بيها. ده مدرب شوف سنه ايه بس متجاوب مع الشباب ده. هو الكابتن شوقي مغير سوفت وير. الكابتن شوقي اللي عنده ربنا يديله صحه 23 سنه بيتعامل معاهم ويضحك معاهم ويرقص معاهم ويلبس ماسك معاهم ويتكلم معاهم. وانا رحت له معسكر مرتين كويس في البطوله دي، في البطوله دي. ورحت التدريبه اللي قبل مباراه جنوب افريقيا مباشره. تمام. وشفت اللعيبه وشفت الكابتن شوقي وشفت الجهاز الفني. جهاز فني كله محترم. اللي مع عشان طبعا يعني طبعا. اللي مع الكابتن شوقي منقي كل واحد عارف هو بيعمل بيه ايه، عارف بيشتغل ازاي، عارف طموحهم هيبقوا بيعملوا معاه ايه. فبالتالي النهارده الكابتن شوقي يعني صاحب الانجاز الكبير جدا جدا هو الكابتن شوقي غريب. طبعا اللعيبه دي طبعا الانجاز كله والامور كلها، وتجلت الانجازات بقى انك بتحصد كل الجوائز المطروحه. صح. مفيش جائزه خرجت من المنتخب مصر، من الهداف لاحسن حارس، احسن لاعب، احسن مدرب، كل حاجه. منتخب متكامل، مفيش بطوله على مستوى العالم بتوصل انك توصل للتوب فورم بتاعك بهذا الشكل والاداء والروح. عايز اقول لك حاجه، الرجاله دي والشباب دي الجامده قوي دي ايا كانت نتيجتها في مباراه النهائي كانت الجمهور هيفرح. طبعا طبعا. طول ما انا عارف ان انت ما قصرتش وطول ما انا عارف ان انت شايفك بتموت نفسك في الملعب خلاص انا ما عنديش مشكله. صح. فبالتالي انا ظاهر بالشكل كويس والناس قدوا، كل واحد قاعد شايف ان دول بيأدوا اكتر من طاقتهم واكتر من امكانياتهم. كلهم بتجانس رهيب جدا جدا. وبعدين البطوله دي بقى موتت حاجه كبيره جدا، دي لقطات لعوده اللاعبين لمران الاهلي. اتفضل يا استاذ. طبعا. قضت بشكل رائع جدا. انت النهارده ايه
الجمهور بنبعض فيش بقى حاجه اسمها اهلي وزمالك ومش عارف واسماعيلي كله في الملعب نفس القصه. فحته التكاتف دي بتعجبني في الكوره، ان الكوره معموله عشان كده. في بعض اللي بيخرج عن النص ده باين، سيبه. ده اللي انا كنت عايز اقوله لك في الحقيقه. مش هتلاقيه في ده اهلي او ده زمالك. لا 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 لا. لقطه اتنين مشجعين في بدايه الاول ماتش، واحد اهلاوي واحد زملكاوي، وقاموا حاطين عليها لقطه رمضان صبحي ومصطفى محمد، خلصت الكلام بالظبط صح من اول مباراه. الحاجه الثانيه ان ظروف المنتخب الاولمبي كانت صعبه للغايه. يعني ايه؟ يعني في البدايه لقينا اول مباراه وثاني مباراه الناس فقد الامل، مفيش حد حاضر عشان نبقى صراحه، جماهير قليله جدا. لكن الشباب الصغير ده اقنعك واجبرك انك تجري بسرعه تجيب تذكرتك وتروح تحضر، وتروح قبل الماتش بخمس ست ساعات وتستناهم وتشجعهم وتقول لهم انا اسف اللي انا فوتت اول ماتشين، انتوا اللي اجبرتونا اننا نعود مره اخرى للمدرجات، وخاصة لما يكون المباراة الثالثة تحصيل حاصل، أنت كده كده متأهل ومباراة عادية أمام الكاميرون. كان عدد الجمهور كبير. أعلى مباراة. أعلى مباراة حضر فيها الجمهور، وبالتالي هي دي إذا رجالة مصر هم اللي أجبروا أن الجمهور يقف في ظهرهم وشالوا. كانت أمام غانا مش الكاميرون اللي هي ثالث مباراة. أو ثاني مباراة. الكاميرون. أيوه صح الكاميرون. اللي شالوا قصة العبء بقى على المنتخب الكبير، وإن لا عرفوا بقى أن ده غير وده غير. المنتخب الاول الناس راحت وما اثرتش وكل حاجه كانت تمام، لكن للاسف كان في بعض الاخطاء دي مش هنتكلم عن المنتخب الاول مش موضع الكلام فيها دلوقتي، لكن فعلا دي استكمالا للمنتخب الاولمبي. النهارده اللافته الرائعه كابتن الخطيب النهارده وهو موجود وقاعد وحضر التمرين احتفى بثلاثي المنتخب الاولمبي اللي كانوا موجودين، رمضان وعمار وصلاح. احتفاء جميل جدا، وحضن الثلاث لعيبه واتكلم معاهم وقال لهم مبروك، ونقل منهم على اللعيبه قال لهم الشباب ده لما قرر وركز وعنده الروح ان ياخد البطوله خدها، وانتوا هيبقى عندكم نفس الروح والعزيمه واكتر، لان البطوله الافريقيه السنه دي ما فيهاش تهاون. دي كانت رساله الكابتن محمود الخطيب. وبعد التمرين لما يخلص دلوقتي هتدخل تورتايا احتفالا بالثلاث لعيبه اللي مع المنتخب. طب احنا ابتدينا الحصريات بدري ها، واللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته ثانيه. فاكر الجمله دي؟ فاكر الجمله دي كانت من جت كده بصراحه في برنامج الخبر طبعا افضل برامج برنامج كان جميل بصراحه. طيب الحفاظ على المنتخب ده ازاي يا استاذ ايهاب؟ يعني احنا عندنا عناصر مميزه جدا، ده كمان غير المصابين، انت عندك ندفد ومحمد محمود طبعًا. وطاهر ومرعي طبعًا. ناس كتير مصاب، وناصر ماهر. ازاي نحافظ على الجيل ده على اللعيبه دي